اجا انت وانا بده يغسل بسببك. معقول ولد قدك بيعمل بيبي بتخته؟ مو خجلان انت؟ بس انا بحياتي ما عملت هيك، هاي المرة بس صارت بالصدفة، فهمتي؟ انت ولد وقح، عم يعمل هيك قصدك. علي ما بده ينام جنب انا بس كرمال انت ما تخاف تنام لحالك. بس انا ما بخاف وفيني نام لحالي، انا بحب نام من حالي، بس انت بتخوفيني كتير. اصلا امي ما كانت تخوفني ابدا، مو مثلك انت على طول بتخوفيني، عشان هيك ما عم بقدر نام لحالي بالاوضه، كل حركاتك بتخوفني. لانه جبان انت. عثمان بيخاف، عثمان بيخاف، عثمان بيخاف، عثمان جبان، عثمان خويف، عثمان جبان، عثمان. لك شبك كنت رح تروح، كنت رح تروحوا. لك لوين عم تهرب انت؟ لوين؟ لك انا بيت لك يا حيوان، بدك يشلني انت اذا بتعمل هيك بيت لك. كارولين لا تخاف، انا خايف يا روحي. أنا جنبك، خلوا عيونكم علي خمس دقايق لأجي. تكرم كارولين افتحي الباب. روح انت هلا، لا تخليني اكسر الباب على راسك. اول اهدأ انت، طول بالك، ما تفوت ما تفوت، روح من هون. ليش ضربتي لعثمان وليه؟ ما تفوت هلا، افتحي لي افتحي الباب. لا سمحت ما تفوت، افتحي، ما بدي اضربه، روح ما تفوت، اتركني. افتحي لي افتحي الباب وليه؟ لا تخليني اكسره. لك فهميني ليش ضربتي يا كلبه؟ شو لامي نفكر حالك لتخوفي الولد؟ عم تستغلي غيابي؟ ليش ضربتي يا حيوانه؟ هو ضرب انا اول، عثمان ضرب انا برجله، ضربني على رجلي وهرب قدام سياره، انا ضربته من خوفي. خلاص وليك، والله اذا بتلبسي شعره من شعراته لسود عيشتك يا كلبه، وقعت لك على الخالص، فهمتي؟ انت بدك يقتلني مشان هيك؟ وبذبحك كمان، وماني سائل عنك بالمره. انت عم يحكي هيك؟ عم تخانق انا كانك ما ضربت اولادك؟ ما انا كم مره شافوا انت عم يضربوا لمجد؟ معناها بضربك مثلهم.
حبيبي. شو رأيك نروح أنا وياك مشوار؟ لوين؟ لوين؟ شو رأيك نروح على الشط؟ منتمشى هنيك وبورجيك السفن الكبيرة اللي كنت بطلع عليهم من قبل. شو رأيك نروح نشوفهم؟ هيك شختورة كبيرة وإلى مراوح كبار وفيها غرفة للقبطان. قبطان يعني مثلي أنا وعليها بحارة. ولما بتشوفهم بتفكرهم واقفين وما عم يتحركوا بنص البحر، بس هن بيكونوا عم يقطعوا مسافات وبيمشوا بالبحر وهن عم يتخبطوا من موجة لموجة وما بيهمهم حدا، لأنه البحارة كتير شجعان وما بيخافوا من شي. بتعرف؟ شو رأيك نتفرج عليهم هلأ؟